يعني الطب النسائي الوظيفي هذا شيء غريب واحنا اول مره نسمع، واكيد من الستات برضو مش عارفينه. تمام، هو الطب النسائي الوظيفي او الفانكشنال جينيكولوجي ده علم جديد بيهتم بصحه المراه الوظيفيه من خلال بروتوكولات استباقيه وتاهيليه في مختلف مراحلها العمريه. هو قائم على 4 محاور رئيسية، أولهم هو محور رعاية الخصوبة، ده من خلال تطبيقات النابرو تكنولوجي ونظام كريتون لرعاية الخصوبة. الثاني هو الصحة الجنسية، طبعا بتختص بالسيدات بس ما يمنعش احنا بنعالج الرجالة باعتبار اللي هي علاقة مشتركة. الثالث هو نمط الحياة الصحي اللي بيأثر على صحة المرأة ووظائفها وهرموناتها وخصوبتها وصحتها الجنسية والجسدية. الرابع هو الومن مينتال هيلث او الصحة النفسية. طبعا بنقدم برامج. كنت بدي اسألك فعلا شو هي البرامج الصحية اللي بتتقدم للمرأة؟ برامج الطب النسائي الوظيفي متخصصة جدا في قصة صحة المرأة الاستباقية والتأهيلية. عاملين برامج متخصصة لصحة المرأة بعد سن 40 او المينوبوز بروجرام والتشايلد بيرينج بروجرام او سن الحمل والانجاب والبيوبيريتي بروجرام اللي هو الخاص بالمراهقات طبعا، وفي هايلي سبيشاليزد بروجرام بتتكلم عن تأهيل محاربات السرطان وتأهيل مضاعفات الختان. طيب في مجال الصحة الجنسية ازاي نقدر نساعد الزوجين؟ عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم الاول نعرف مفهوم الصحة الجنسية. الصحة الجنسية هي حالة من السعادة الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية بعيدا عن الامراض والعلل والمشاكل. والطريق للصحة الجنسية هي علاقة جنسية سوية آمنة وسعيدة. عشان كده احنا في الطب النسائي الوظيفي بنعمل هوليستيك مانجمنت او بنكمل الضلع الناقص او البعد الناقص في العلاقة الزوجية من خلال طرق علاج مبتكرة وتقييمات مبتكرة نساعد بيها مش السيدة بس، لا الزوج كمان. يعني احنا عندنا مؤشر اسمه مؤشر الصحة الجنسية او الهيومن سيكشواليتي اندكس، ده الوحيد عالميا اللي بيقيم الزوجين مع بعض. نعم ممتاز. طب ايه اشهر المشاكل اللي السيدة بتيجي بتقابلها في العلاقة الزوجية او زي ما بنقول في المجتمع الشرقي هنا العلاقة الزوجية؟ الطب النسائي الوظيفي في اشهر مشكلة بيقابلها في الصحة الجنسية هي الشيخوخة الجنسية. وده مصطلح جديد انا عايز اقول لحضرتك ان هو ممكن يكون نتيجة اي خلل في اي بعد من ابعاد العلاقة اللي احنا اتكلمنا فيها. وعلى فكرة مش مرتبط بسن، ممكن يجي في السن الصغير عادي. مش مرتبطة، لان كلمة شيخوخة اعتمدنا انه نكون الكبار. 99.9% من الازواج بيصابوا بعرض او اكتر من أعراض الشيخوخة الجنسية على مدار حياتهم الزوجية. يعني حضرتك خلل في الاحترام المتبادل، ده عرض من أعراض الشيخوخة الجنسية. التواصل والحوار عرض من أعراض الشيخوخة الجنسية. مشكلة عدم القدرة على المشاركة في الحياة الزوجية، عدم التفريق بين علاقة الإثارة وعلاقة التأثير. تمام، غير بقى الوجه الثاني للعملة اللي هو مشاكل الضعف الجنسي اللي بتكون حوالي 43% عند السيدات من أعراض الشيخوخة الجنسية، سواء بقى مشاكل ضعف الرغبة الجنسية أو صعوبة الوصول لذروة النشوة الجنسية أو احتقان الحوض وما حولها. كل المشاكل دي طبعا بتأثر بوجه أو بآخر بالارتباط اللي ما بينهم مع الإنسانيات. يعني نلاقي لو ما فيش حوار هنلاقي فيه تأثير على العلاقة الحميمية، لو في مشاكل في العلاقة الحميمية هنلاقي فيه تأثير على الإنسانيات اللي ما بين الزوجين، والدايرة عمالة مفرغة ما بنخلص منها. طب ايه النصائح اللي انت بتقدمها للمرأة؟ والله هي الاول بعد ما اتكلمنا عن المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دي احنا لازم نقول ان في حلول. الاول كانت السيدات بتعاني في صمت، دلوقتي احنا عايزينهم يخرجوا من الصمت ده عشان يعرفوا ان المشاكل دي لها حل. يعني احنا لو اتكلمنا من منظور الطب النسائي الوظيفي عن مشاكل الصحة الجنسية بس، لان خدماتنا في الطب النسائي الوظيفي نطاقها واسع في كل صحة المرأة،
ففي بنقدم خدمات لعلاج ضعف الرغبة الجنسية وعلاج الارتخاء المهبلي والسقوط المهبلي وعلاج صعوبة الوصول لذروة النشوة الجنسية وعلاج السلس البولي بمختلف أنواعه وغيرها من المشاكل. سواء بقى الإجراءات اللي احنا بنقدمها دي إجراءات وتدخلات طب جراحية أو غير جراحية، يعني احنا في جراحي وغير جراحي. طبعا. طب يعني بس احنا سؤال هيك، يعني هل مدة العلاج بتطول عادة ولا؟ والله العلاج نفسه الإجراءات ممكن ما تاخدش وقت، هي الفكرة في مدة الشفاء. أول لازم نحدد المشكلة، نحط بروتوكول العلاج، نناقشه مع الزوجين بالظبط، تمام، وبعد كده بننفذ البروتوكول اللي احنا حاطينه، بنقيم الوضع بمؤشر الصحة الجنسية. من بعض الخدمات اللي احنا بنقدمها للحاجات دي، حاجات مسجلة بالطب باسم الطب النسائي الوظيفي، زي مثلا شد الوجه الحميمي. احنا بنقول ان السيدة لها وجهين، فطبعا الوجه الحميمي ده طبعا مهمل وليه مشاكل كتير، فاحنا ده اجراء غير جراحي بنعالج بيه بعض المشاكل عند السيدات، بس بدون تدخلات جراحية عنيفة. في حقن منطقة السعادة الزوجية عند الرجال والسيدات، وفي اجراء مبتكر مؤخرا مجموعة من إجراءات الجراحية اسمها إطلالة كليوباترا الحميمية أو كليو إنتميت لوك، ودي مجموعة من الإجراءات الجراحية المهبلية الداخلية والخارجية لاستعادة الوظائف الجنسية عند السيدات في المنطقة الحميمية. تشمل بقى ترميم المهبل وترميم العجان وشد عضلات المهبل وعلاج السلس البولي وغير المشاكل اللي بتقابلنا من خلال تركيب الشريط ورفع المثانة والكلام ده، عشان نوصل لريزلتس اعلى. بالزبط. وعايز اقول لحضرتك الدراسات اللي احنا عملناها اثبتت ان الاجراءات دي او اجراء اطلالة الكليوباترا الحميمية الجراحية دي بتزود نسب الرضا بين الزوجين 90%، وبتحسن كل محاور وابعاد العلاقة، ونسبة نجاح علاج سلس البول فيها اعلى من 95%. طب كويس، يعني نسبة نجاح عالية. طبعا كل الاجراءات دي بطريقة مختلفة عن الكونفنشنال جينيكولوجي او اللي احنا بنقدمه في طب النساء والتوليد العادي. ونصيحة اخيرة اللي حضرتك طلبتيها بالنسبة للسيدات، ان لا تعانوا في صمت. احنا من خلال الطب النسائي الوظيفي موجودين عشان نسمعكم ونساعدكم عشان تغيروا حياتكم للأفضل. طب السؤال الأخير، هل الستات بيجولك بهيك مواضيع بالتجميل؟ أنا عايز أقول لحضرتك إحنا بدأنا الأمور دي من 2017 في الطب النسائي الوظيفي. كم سنة يعني؟ في الطب النسائي الوظيفي، وبدأنا نطور شوية، ندخل خدمات جديدة، لأن إحنا بنعمل ريكروتمنت لكل العلوم وكل التكنولوجيز اللي موجودة وورلد وايد اللي بتخدم صحة المرأة. احنا عانيت في الاول اللي احنا نوصل الكونسبتس دي للمجتمع الشرقي، وازاي اللي احنا نعمل بيها اويرنس للازواج. وعايز اقول لحضرتك ان اغلب اللي بيقولي الزوجين مع بعض، مش الست. ما السؤال اللي بدي اسالك، هل بتيجي لحالها ولا بيجوا الاثنين؟ لا، في بيجي لوحده، وفي الاغلب بيجوا الاثنين مع بعض. ليه؟ لانهم ادركوا ان في مشكله وليها علاج، وانت بدك تنجح العلاقة الزوجية بيناتهم، يعني بينهم هما الاثنين. بالضبط، يعني هما الاثنين، فشيء برضو كويس. وعايز اقول لحضرتك ان في مشاكل كتير بتظهر اثناء الكونسلتيشن